أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة النفط أن صادرات العراق من النفط ستواجه مشكلات كبيرة في حال إغلاق مضيق هرمز. وقال وكيل وزارة النفط فياض حسن النعمة إن صادرات النفط العراقي بلغت 4 ملايين برميل يوميا وستتأثر بحال إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أي دولة تتجنب إغلاقه لتأثيره الكبير باقتصاديات العالم. أعلن الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني موافقة الحكومة في بغداد على استئناف الشركات الإيرانية مشاريعها الفنية والهندسية المتوقفة. وقال حسيني إن الحكومة في بغداد وافقت مؤخراً على أن تستأنف الشركات الإيرانية العمل بمشاريعها الفنية والهندسية المتوقفة في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة أكدت استعدادها تسديد مستحقاتهم المالية. حسيني أكد أن قيمة المشاريع الفنية والهندسية التي تنفذها إيران في العراق تبلغ 4 مليارات دولار. حضر وزير الكهرباء لؤي الخطيب من مغبة تسييس قطاع الطاقة في العراق والذي يعاني انقطاعاً مزمناً في الكهرباء. وقال الخطيب أن الكهرباء ملف أمن وطني وبانعدامها سيتأثر الاقتصاد سلباً وبالتالي لن يوجد اقتصاد آمن في البلاد، مشيرا إلى أن أي أزمة سياسية أو أمنية أو اقتصادية ستنسحب على المنطقة مثلما تنسحب على العراق. اتهم مجلس محافظة بغداد المجالس البلدية بالتلاعب بالتسعيرة المحددة للأمبير الواحد لأصحاب المولدات الكهربائية. عضو مجلس المحافظة ماجد السعيد قال إن هناك مولدات تابعة للمجالس البلدية نفسها وهي تقوم بتغيير التسعيرة المحددة في العاصمة وتفرض التسعيرة التي تجدها مناسبة. يشار إلى أن مجلس محافظة بغداد حدد سعر الأمبير لأصحاب المولدات في العاصمة ب7000 دينار للأمبير الواحد. نتابع الآن أسعار النفط وسعر العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وكذلك أسعار المعادن والنفط. كذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.